أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبحمد الله تعالى وتوفيقه نلتقي اليوم في هذا المساء المبارك، مساء يوم السبت الموافق اليوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر لسنة 2016 إذن ميلادي، وذلك لافتتاح هذه البئر المباركة التي تم تنفيذها من قبل جمعية الهلال للأعمال الإنسانية بدولة جبل الأسود. وهذا العمل قد تبرأ به الأخ الكريم في الله أنس سابوتيك، وهذا العمل قد تم الإشراف على تنفيذه جمعية الإيمان والإحسان للأيتام. إذن والجدير بالذكر أن هذه البئر سيستفيد من مياهها أكثر من 70 أسرة حسب إفادة أهل القرية، إلى جانب كثير من الحيوانات والطيور الكثيرة التي لا نحصي لها عدا، والتي جهزنا لها هذا الحوض مشربا للحيوانات والطيور يعود أجرها للمتبرع. إذن والآن نلقي نظرة إلى داخل هذه البئر ونؤيد داخلها، فهي بئر ما شاء الله بئر ممتازة، الماء فيها غزير ووفير. كما نعاين الماء فهي ماء غزير، نستخرج الماء خارجا ونصبه في الإناء، فهو كما نشاهد ماء صافي وصالح للشرب. فنشرب منه لنؤكد صلاحيته للشرب، فنقول بسم الله وعلى بركة الله. الحمد لله رب العالمين، بسم الله وعلى بركة الله. تقبل الله من المتبرع أنس سابوتيك هذا العمل الصالح خير قبول، والشكر الجزيل لجمعية الهلال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا، جزاكم الله خير.